بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل إنسان يتعرض إلى الألم، كل إنسان يريد أن يعرف كيف يعالج الألم الذي يتعرض إليه. الألم شيء ضروري في حياة الإنسان، كما المرض في حياة الإنسان شيء ضروري. كيف نعالج الألم؟ من منهج قرآني، هذا ما سوف نتعرف عليه هذه الليلة إن شاء الله في مأتم المرخ في قرية المرخ الحبيبة. انتظرونا.